من أعظم القصص التي ذكرت في القرآن الكريم قصة ذي القرنين في سورة الكهف، وهو ملك صالح عابد لله تعالى جاب الأرض ينشر الإيمان ويدعو إلى توحيد الله عز وجل، وينصر المظلوم ويقيم العدل ويقمع الكفر وأهله، وهو الذي بنى السد على يأجوج ومأجوج ليدفع به الأذى الذي كان يأتي منهم، وسمي بهذا الاسم لأنه ملك فارس والروم، وقيل لأنه بلغ قرني الشمس شرقا وغربا وملك ما بينهما من الأرض. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: ملك الأرض أربعة، مؤمنان وكافران، فالمؤمنان ذو القرنين وسليمان عليه السلام، والكافران النمرود وبخت نصر، وسيملكها خامس من أهل بيتي. وسبب ذكر قصة ذي القرنين في القرآن الكريم قيل فيه إن المشركين في مكة أرسلوا رسولا منهم إلى أحبار اليهود في المدينة ليسألوهم عن حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت اليهود: اسألوه عن ثلاثة أشياء، إن أجابكم فهو نبي مرسل، وإلا فهو رجل متقول على الله تبارك وتعالى، واصنعوا معه ما بدا لكم. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، وسألوه عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسألوه عن الروح ما هو، فجاء الجواب من الله تعالى، فنزل عليه جبريل عليه السلام بسورة الكهف، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أهل الكهف، وأخبره عن الرجل الطواف، فنزل قول الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ولكن هل كان ذو القرنين عليه السلام نبيا أم عبدا صالحا؟ انتشرت الكثير من الأقاويل حول حقيقة ذي القرنين عليه السلام، فمنهم من قال إنه كان نبيا، وآخرون يدعون أنه كان ملكا من الملائكة، وذكر في بعض هذه الروايات أنه الإسكندر المقدوني، وهذه كلها لا وجود لها من الصحة، وإنما كان ذو القرنين عليه السلام عبدا صالحا، وكان ذو القرنين يعيش في زمن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد آمن ذو القرنين مع إبراهيم عليه السلام، وطاف معه حول الكعبة حين بناها، وكان ذو القرنين يتمنى أن يصبح العالم كله على الإيمان والتوحيد، ومن أجل ذلك جهز جيشا كبيرا ليخرج به ليدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده، فأكرمه الله عز وجل وهيأ له كل الأسباب التي تعينه على تبليغ هذه الدعوة المباركة، فطاف ذو القرنين مشارق الأرض ومغاربها، وقد آتاه الله عز وجل كل ما يحتاج إليه وهيأ له كل أسباب النصر والتمكين. وكان من رحمة الله جل وعلا بأهل الأرض أن ذا القرنين ملك الأرض بعد النمرود الذي أفسد فيها كثيرا، فجاء ذو القرنين عليه السلام فملأ الأرض رحمة وعدلا وقسطا. وسار ذو القرنين عليه السلام بجيشه حتى وصل إلى مغرب الشمس، وهو أقصى مكان في الأرض من ناحية المغرب، فلما وصل إلى هذا المكان نظر ذو القرنين إلى الشمس فرآها وكأنها تغرب في المحيط الذي أمام عينه، ووجد في هذا المكان قوما كافرين فدخل عليهم ومكنه الله عز وجل منهم، ثم خيره بين تعذيب أهل هذه الأرض أو العفو عنهم ونشر العدل بينهم، فكان ذو القرنين عليه السلام في قمة الرحمة والعدل، فقال: أما من ظلم واستمر على شركه وكفره بالله جل وعلا فسوف نعذبه، ثم إذا مات على كفره فإن الله سيعذبه عذابا شديدا، وأما من آمن واتبعنا على الإيمان والتوحيد فسيكافئه الله عز وجل بأعظم الجزاء في الجنة، وفوق ذلك سنقول له في هذه الدنيا من أمرنا يسرا ونكرمه غاية الإكرام. وبعدما وصل ذو القرنين إلى مغرب الشمس بدأ رحلته الثانية الطويلة إلى مشرق الشمس، وكان في طريقه الطويل لا يمر بقوم إلا نصره الله عز وجل عليهم وأخذ يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد، فمن أطاعه منهم أكرمه، ومن أصر على الكفر أذله واستخدمه في خدمة جيش المؤمنين.
وظل هكذا حتى وصل إلى المكان الذي تشرق منه الشمس، فرأى أمة عجيبة ما رأى في حياته كلها، أمة أعجب منهم. لقد رأى قوما حفاة عراة ليس لهم بناء ولا بيوت يستظلون فيها من حر الشمس وبرد الريح، وليس لهم أشجار ولا جدران، وكانوا قد حفروا لأنفسهم سراديب تحت الأرض ليدخلوا فيها حتى تحميهم من حر الشمس. فلما جاءهم ذو القرنين أخذ يعلمهم كيف يبنون بيوتا تحميهم من حر الشمس وتقيهم من برد الريح. ودعاهم ذو القرنين إلى الله جل وعلا، ثم ودعهم ذو القرنين وانطلق في رحلته الثالثة. فسلك طريقا ثالثا بين المشرق والمغرب يوصله إلى جهة الشمال حيث الجبال الشاهقة المرتفعة، ووصل ذو القرنين إلى منطقة بين جبلين كبيرين عند بلاد الترك، فوجد هناك قوما متخلفين لا يكادون يعرفون لغة غير لغتهم، وكانت لغتهم غريبة وصعبة، حتى إن ذا القرنين عليه السلام لم يستطع أن يفهمهم إلا بواسطة ترجمان. وبعدما تحدث معهم ذو القرنين عليه السلام علم أنهم يعيشون مأساة حقيقية، ذلك أنهم يعيشون بالقرب من جبلين متجاورين، ومن وراء الجبلين تعيش أمة متوحشة، وهم قوم يأجوج ومأجوج، وهم من ذرية يافث بن نوح عليهما السلام، وكان لهم أشكال وأحجام كبيرة، وكانوا كفارا لا يؤمنون بالله جل وعلا، وكانوا لصوصا يعيشون على السلب والنهب والسرقة. فإذا دخل الليل خرجوا من وراء الجبلين إلى هؤلاء القوم، فأكلوا زروعهم وثمارهم وسرقوا مواشيهم وأغنامهم، حتى أصبح هؤلاء الناس جوعا لا يجدون طعاما ولا شرابا بسبب ما يفعله يأجوج ومأجوج. فلما علم ذو القرنين من الترجمان قصة هؤلاء القوم قرر أن يقف إلى جانبهم وأن يساعدهم، شرط أن يؤمنوا بالله جل وعلا. فآمنوا بالله عز وجل وحده ووحدوه، وبدأوا يعرضون على ذي القرنين عرضا مغريا. قال الله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، فإنه لا حاجة لي في مالكم، فقد آتاني الله عز وجل خيرا مما آتاكم، ومنحني من مظاهر التمكين والقوة ما جعلني زاهدا في أموالكم. وهنا بدأ ذو القرنين عليه السلام يفكر في أفضل طريقة يستطيع من خلالها أن يسد الطريق على يأجوج ومأجوج، فلا يستطيعون بعد ذلك أن يخرجوا على هؤلاء القوم المساكين. وبعد تفكير عميق رأى ذو القرنين أن أفضل وسيلة هي أن يردم الحاجز الذي بين الجبلين، وهذا بفضل الله عز وجل ورحمته وحكمته التي آتاها ذا القرنين عليه السلام. وبالفعل أصدر ذو القرنين أمره لهؤلاء القوم بأن يحفروا الأرض التي بين الجبلين حتى يلقي فيها أساسا متينا ليبني عليه ذلك السد، فحفروا معه حتى وصلوا إلى مكان عميق. ثم بدأ ذو القرنين في وضع الأساس في تلك الحفرة، فوضع فيها صخورا ورمالا، ثم طلب من القوم أن يأتوا إليه بقطع النحاس الكبيرة، وكانت هذه المنطقة غنية بالحديد والنحاس، كما أنها غنية بأشجارها وغاباتها ودوابها المختلفة التي تنقل كل هذا من الأماكن البعيدة. ثم أمرهم بأن يوقدوا نارا تحت النحاس، فلما ذاب النحاس صبه فوق الصخور التي في هذه الصخرة، وبذلك أصبح الأساس قويا متينا. ثم طلب منهم ذو القرنين بعد ذلك أن يأتوا إليه بقطع الحديد الكبيرة، فلما جاءوا بها أخذها ذو القرنين وبدأ يضعها فوق بعضها البعض، وما زال يضعها فوق بعضها البعض حتى وصل إلى حافة الجبلين. ثم أمرهم بإيقاد النار تحت ذلك الحديد، ثم أمر مجموعة أخرى بأن يأتوا إليه بالنحاس، فجاءوا بالنحاس فأمرهم بأن يشعلوا تحته نارا. فلما تم صهر الحديد في الممر وتم صهر النحاس في القدور جاءت المرحلة الأخيرة،
وفي المرحلة الأخيرة من مراحل بناء السد أمرهم ذو القرنين عليه السلام بصب النحاس المصهور المذاب على الحديد المصهور المذاب، فتخلل النحاس وسط الحديد واختلط معا وصار معدنا واحدا قويا متينا، وترك الحديد مع النحاس حتى جمد فصار سدا منيعا. حقا إن ذا القرنين يملك قوة وفطنة وإدراكا وحكمة وتمكينا وعلما، وهذا من تمكين الله عز وجل له وتعليمه إياه، فلا طاقة لأحد ولا قدرة على أن يفعل ذلك إلا أن يكون مؤيدا من الله عز وجل. فلما أتم ذو القرنين بناء السد جاء يأجوج ومأجوج على عادتهم ليعبروا المضيق ويمارسوا الإفساد، ولكنهم فوجئوا بالسد المنيع المرتفع أمامهم، حاولوا أن يظهروا ويتسلقوا عليه فلم يستطيعوا، لأنه مبني من الحديد والحديد أملس، وإذا لم يكن به مقابض ليمسك بها الشخص فلا يستطيع أحد أن يتسلقه، وحاولوا أن يهدموه أو يخترقوه فلم يستطيعوا له نقبا لقوته ومتانته. وقبل ذلك كله بأمر الله عز وجل الذي أجل خروجهم لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. ولما بلغ ذو القرنين مشارق الأرض ومغاربها ونشر التوحيد بين أهل الأرض وساعد هؤلاء القوم على بناء السد، أحس عليه السلام بأن مهمته قد انتهت وأن أجله قد اقترب، فقد مرض مرضا شديدا عندما بلغ أرض بابل. فلما أشفق عليه السلام أن يموت أرسل رسالة إلى أمه كتب فيها: يا أماه، اصنعي طعاما واجمعي من قدرت عليه، ولكن لا يأكل طعامك من أصيب بمصيبة، واعلمي أن الذي أذهب إليه خير من كل ما أنا فيه. فلما وصل كتابه صنعت طعاما وجمعت الناس وقالت: لا يأكل هذا من أصيب بمصيبة، فلم يأكلوا، فعلمت ما أراد، فقالت: ما يبلغك عني أنك وعظتني فاتعظت، وعزيتني فتعزيت، فعليك السلام حيا وميتا.